ولذلك ابن عساكر له ابن أخ وهو أبو منصور عبد الرحمن ابن محمد ابن حسن ابن هبة الله، متوفى سنة 620 وهو أشعري، فكان لا يمر كما قال الذهبي في سير أعلام النبلاء لا يمر بأزقة الحنابل يعني بطرق الحنابل في بغداد لكرههم له لتمشعوره يعني لكونه أشعرية. ولذا له رسالة في التوحيد تروج وفيها إنكار صفة العلو لله عز وجل وفيها نشر لمعتقد الأشاعرة، والأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة. ولذا فإني أدعو طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يبينوا للناس حقيقة معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يتعلموا أيضا معتقد أهل السنة والجماعة، وعلى الشباب أن يتعلموا معتقد أهل السنة والجماعة، بحيث لو أتى أي شخص وتحدث في هذا الزمن أو فيما مضى فإنه يكون على بينة واضحة، بحيث يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل، بحيث لا يحتاج إلى أحد إذا تعلم معتقد أهل السنة والجماعة، إذا تعلموا التعلم الصحيح على علماء كبار ربانيين. وأتعجب حقيقة من الشباب وكثير ممن هم محسوبون على العلم الشرعي يخوضون في مثل هذه الأشياء مع أنهم يجهلون كثيرا من أصول علم الدين.